بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لشاهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل شاهر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين. قال ألقوا فأما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا